نسوان طبعا يعني نظما شكرا بزيدنك مترين وينبذنك ويخلنا قدر السيوسي تقوم وتقح كده. في حين قالوا فوق غابة الغابة ظهر فيها اسد جهجه الحله دي جهجه غريبه خلاص قدر ما يلقى شيء مطرف انا ما بياكلها بقره بياكل اي الله يكرمك حاجه تمرق من الحله دي وكلام والناس بيقوا خافوا من دخله الغابه زول داير الحطب صاير يقدر يجيبوا الغابه فوق الاسد عارفين الناس الحله كانت خايفين يوم في مركه دي الله يكرمك عندهم بقره ماتت طلعت يوم قاعد الحله جاتهم قالت انتوا رجال عليش بقره ثلاثه يوم في نص الحله بقره العلاقه يعني راجل يجر على الغابه الناس عارفين الغابه فيها لا البقره البقره الراجل في الحله يجرها ما في بقره ثلاثه يوم قاعده في نص البقر طبعا مره نظمت بعد دي ما مرقوا بيبقوا خلاص الكلام جاب له كلام قالوا لا وليه ما عندي قيمه بس نحن مشكلتنا سلبه قالت له انا هذه سلبه برضه الموضوع قطعته لهم في الراس قالوا لا خلاص نوديها الغابه جروا البقره بالسلبه ومشوا الغابه ما عاد دخلت الغابه تسمع لا ثاني ما شاف زول مشكله والناس جارين البقره جاته الليل عصير قالت تشيل سلبتها قال انا طبعا الناس جروا البقره دقت الباب كوكو وجاء زول قال له سلام ما لك يا دقت دي وانا قالت له دار سلبت قال لا سلبتك بيه بقرتها هذه قاعد هنا بيه بقرتها بيه بقرتها جوا البيتين مشكله فالنسوان لو نحرشنك بودنك على المود عديل